اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقه من قناه المحور، وانا معكم محمد الباس. النهارده 3 فبراير بيمر 44 سنه على وفاه الست، وفاه السيده ام كلثوم، السيده التي شاركت المصريين في افراحهم وفي احزانهم، في مشاعرهم، في قصص حبهم، في قصص انتصاراتهم وقصص انكساراتهم ايضا. يحلو لي دائما أن أحيي ذكرى من رحلوا من أهل الفن بأن نسمع إليهم. لا نتحدث عنهم كثيرا، ولكن نكتفي بأن نستعيد الروح التي أهدونا إياها. ولا أجد أعظم مما غنت أم كلثوم لكي نبدأ به هذا اليوم ونحن نشير إلى ذكرها الـ44. يعيش المصريين دايما ويفتكروا الكبار بتوعهم اللي صنعوا ليهم تاريخ ومجد مسنودين عليه، وعارفين ان احنا عندنا بلد كبيره قوي، بلد كبيره بفنها وبثقافتها وبسياستها وبكل حاجه المصريين انجزوها، واللي علينا بس ان احنا نكمل ان شاء الله.